الله الرحمن الرحيم. يمكن أن أسمي عصرنا هذا بأنه عصر الهموم. بسبب ضغط تكنولوجيا المعلومات اليوم أصبح لدينا الكثير من المشاكل والهموم، حتى إن الاكتئاب بدأ يغزو العالم، نسب الانتحار تزداد. القرآن أيها الأحبة أعطانا علاجا بسيطا جدا لكل همومنا، أعطانا علاجا لكي نكون سعداء على هذه الأرض. الحقيقة معظم الناس اليوم لديهم مشاكل، إما في القلب أو أمراض أو خوف من المرض، يعني من لم يبتلى بالمرض فلديه خوف من هذه الأمراض أو هذه الأوبئة. لذلك أحبتي في الله، أنا أحببت اليوم أن أتأمل معكم آية أرجو أن نحفظها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله آية عظيمة، يجب على كل واحد منا أن يحفظها لكي يشعر باطمئنان القلب. اطمئنان القلب أيها الأحبة يعني القضاء على الهموم والحزن والمشاكل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك ذكر الله هو القرآن والدعاء، والالتجاء إلى الله أيضا هو نوع من أنواع الذكر. الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع الذكر. كل هذا الأمر، آيات القرآن هي نوع من أنواع الذكر، سورة الفاتحة هي نوع من أنواع الذكر. لذلك كلما ضاقت بك الدنيا إلجأ إلى ذكر الله، وتذكر هذه الآية، احفظها وكررها 7 مرات: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.